اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم بدنا نحكي فيه عن موضوع مختلف كليا. اليوم ما في شيء له علاقة لا بالسوفتوير ولا بالكمبيوتر. اليوم الحلقة عن ابليكيشن موجودين على التليفون بيعطوكم نتيجة كتير حلوة بالفوتو اديتينج. خليكم معنا لاخر عشان تعرفوا شو هن هيدول الابليكيشن وكيف انت فيك تنتقل من ابليكيشن لابليكيشن كرمال تاخد احلى نتيجة. اذا بعدك مش عامل سبسكرايب بدك تعمل سبسكرايب عشان الشانل تكبر ونعمل فيديوهات اكتر. هيدول اهم الابليكيشن للفوتو اللي انا بستعملهم. اليوم حنتعرف على السناب سيت واللانس ديستورشن. خلينا نشوف هيدول قديش ممكن يعطونا نتيجة. حنفوت على السناب سيت لنتعرف شو نعمل فيها. بالبداية بنكبس على زر البلس لنعمل اوبن. حننقي نحنا هيدي الصورة. بس نكبس نحنا على التول بيطلع لنا اوبشن كتار. حنبلش نحنا بالتيون ايمج. بيصير في عنا كذا اوبشن ممكن نحنا نستفيد منهم. برايتنس، يعني نفتح شوي الصورة، نخفف كونتراست. هيك نحنا عملنا تعديل اساسي. في عنا هون شغلة حلوة اللي هي موجودة بالسوفتويرات تاعو الاديتينج، مثلا الكيرف. نحط نحنا 3 نقط بتحت وبالنص وفوق، وكل نقطة من هيدول هي بتتحكم بشغلة. وحدة الهايلايت، وحدة الميد تون، وحدة الشادو. هلأ حنروح على لانس بلور. بتلاحظوا انه لحاله دغري بيعمل ديتكتينج للفيس. نوسع الترانزيشن، نقول بلور شوي. في شغلة هون انا كتير بحبها اللي اسمها هيد بوز. نكبسها منلاحظ انه صار فينا نتحكم نحنا بالوجه، منزيح شمال يمين، طلوع نزول، بحال بوز الوجه كان شي ما عجبنا. هلأ خلينا نشوف كيف كانت قبل وبعد. قبل بعد. كمان بالسناب سيد نحنا فينا نستفيد من اوبشن اللي هي التكست. فينا نفوت نعمل دبل كليك، نكتب اسمنا، نكبس هون. في عنا اوبشن للفونت كمان. في عندكم هون كمان شيبات ممكن انها كتير تفيدكم كاشكال. حنقي انا هاي، نصغر مثل كأنه واحد عم بيحط اللوجو تاعه حد الصورة. هلا حننتقل على ابليكيشن تاني اللي هي لانس ديستورشن. حنشوف نحنا كيف نفس الصورة هلا شو فينا نحنا نزيد عليها افكت بخلال هيدي الابليكيشن. الابليكيشن هيدي بتعطينا اوبشن كتير لافكتات ممكن انه نزيدها نحنا. هون في عنا كل شيء اسمه لايت هيتس، ننزل في عنا اللومينري، عنا هون فوج رين، يعني كتير اشياء هون ممكن يفيدونا. حنشوف كيف بنستعملها. لنبلش نحنا هلا بنحط هيدي. لاحظوا كيف عطتنا افكت لايت كأنه جاي ضو الشمس من الميلة تاعيتها. كمان في عنا نحنا هون كذا خيار، ممكن نخفف البرايتنس، ممكن نقويها، اوباسيتي بنخفف ومنقوي، كونتراست، ساتوريشن، كولر، بلا 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 بلا. هيدول كلياتهم ممكن يفيدونا. في كمان شغلة حلوة بهيدي الابليكيشن انه بتسمح لنا انه نحط ليرات، يعني كذا لير فوق بعض قريب لسيستم الفوتوشوب. حنختار هلا صورة تانية كمان كرمال نشتغل عليها وتشوفوا قديش فينا نحن نبعد بالافكتات تاعولنا ونعمل مود تاني كليا. بالبداية حنحط لها زيادة لضوء الشمس. طبعا من خلال انكم تستعملوا الاصبعين فيكم تصغروا وتكبروا الافكت اللي موجود. هنخفف لها شوي الاوباسيتي، خليها سوفت اكتر، خفف برايتنس. اعطانا هلا افكت من ضوء الشمس كيف عطينا مثل ريز خفيف. حنعمل لاير جديد ونغير المود تاع كلياتها كانه عم تشتت الدنيا. لاحظنا كيف صارت يعني تقريبا كتير حقيقية طالعة. نلعب بالكونتراست. حنحط بعد هلا لاير جديد، حنزيد عليها شوية غيوم ليبين انه في عنا جو ضباب. نخفف الاوباسيتي،
هيدي لازم نخففها ليبينه اكتر، والبلور نخففه. نقوي شوي، نعمل سيف لنشوف كيف كانت الصورة وكيف صارت معنا. هيدي هي النتيجة اللي احنا اخدناها. اكيد في كتير اوبشن جواتهم لهدول الابليكيشن، كتير حلو انه نفوتوا تكتشفوهن انتو، كبسوا خبصوا عملوا اللي بدكن اياه، لانه بتتعلموا من خلال هيدي الطريقة. اذا عجبكن الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، وبشوفكن في فيديو جديد.